مليون سؤال، مليون سؤال تقريبا في العلاقات. ايه اللي حصل؟ حبيبي بعد عني، ما خدتوش، مش مرتاح، موجوع، او انا موجوعة. الاجابة كلمة واحدة، ان انت اخترت غلط. في حلقة النهاردة او في سلسلة الحلقات اللي بدايتها حلقة النهاردة، احنا معاك او معاك من البداية خالص. احنا عملنا سلسلة، ركزوا معايا بقى. الحلقة دي لا تقولي لي مقدمة ولا مش مقدمة، هما 8 حلقات اول عن اخر، كل يوم في 8 ايام، كل يوم حلقة. هنبتدي من البداية خالص، اقسم بالله. وانا عارف انا بقول ايه، اللي هيتابع الثمان حلقات دول ويعمل اللي فيهم، لا عمره هيتوجع، ولا عمره حبيبه هيخونه، ولا عمره حبيبه هيسيبه، ولا يهجره، ولا يبعد عنه، ولا الكلام ده خالص. اسمعوا معايا، ركزوا معايا، حلقة حلقة كده. هنقول من البداية خالص، أول ما بتشوف الشخص لحد الجواز، في أكتر من كده، وكمان بعد الجواز هنقول لك إيه عشان تحافظ عليه أو تحافظ عليها، وما تخلوش أو تخليها يشوف غيرك وتستقر بالعلاقة. خلاصة التجارب والدراسات في الثمان حلقات دول، يلا بينا. انا هاخد بس 3 ثواني ارحب بيكم واقول للجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، مش عايز اكتر من كده. هندخل في الموضوع على طول، وفي نهاية كل حلقة هقول لك حتى لو انت العلاقة بتاعتك دي على الشات، على الانترنت، يعني ما بتشوفش اللي انت بتتعامل معاه فيس تو فيس او وش الوش، عشان نبقى جاوبنا على كل النوعيات من العلاقات وما سيبناش اي حاجة. يعني الحلقات دي مفيدة لكل الناس مهما كانت طريقة العلاقة بتاعتك. ايه هو الاعجاب؟ البداية وبداية اي علاقة، اي ارتباط في الدنيا، بيبتدي بحاجة اسمها اعجاب. يعني ايه اعجاب؟ يعني بيعجب، الكلمة موضحة نفسها، شخص بيعجبني، او انا رجل او شاب بشوف بنت او امرأة بتعجبني، بيعجبني حاجة فيها، في شخصيتها، في وشها، في جسمها، ايا كان. احنا في مرحلة مبدئية اسمها مرحلة الإعجاب، والإعجاب ما فيهوش تعلق، خلي بالك، أو خلي بالك، مرحلة الإعجاب دي ما بيكونش فيها تعلق. يعني أنا مش متعلق بالشخص الدرجة الجنونية أو كده، لا، أنا معجب بحاجة. طيب، سؤال مهم أوي وركزوا معايا، ممكن الشخص اللي أنت معجب بيه لو اتكلمت معاه في مرحلة بعد كده يسألك أو يسألك يقول لك اشمعنى أعجبت بيا؟ خلي بالكم، والنصيحة دي يمكن يعني للشباب أكتر، اوعى يكون ردك إن حاجة في جسمه أو في شكله عجبتك. يعني أنا شاب مثلا، هو مرتبط ببنت، بقول لها ليه أنت أعجبت بيا أو ارتبطت بي؟ ما تقوليلوش أو ما تقوليليش طولك، شعرك، دقنك، ما تقوليش الكلام ده، قوليلي حاجة في شخصيتي. والكلام ليك لو أنت رجل، لو هي بنت وحصل وسألتك السؤال ده، اوعى تقول لها جسمك، ولا انت بيضة ولا طويلة، ولا الكلام الخايب ده. ليه؟ باختصار هتبان او تباني قدام الطرف الاخر سطحي وما يهمكش الا المظاهر. واحنا عايزين بقى من البداية نبتدي صح، عشان يبقى انت بصورة مرسومة كويسة قوي، وتترسم وتبان بصورة كويسة قوي قدام الشخص اللي انت مرتبط. قول يا اخي ذكائك، تفهمك، عقلك، رزانتك، هدوءك، اي حاجة، احترامك، ادبك، خفة دمك. هو لازم نقول في الشكل؟ الا بقى لو هو يعني دقق وسأل طب ايه في شكلي، ومحدش بيسأل يعني غالبا الحتة دي. هو انت ساعة ما تقول له كده هينبسط من جواه قوي، وهي تنبسط من جواها قوي، وتحس ان الشخص اللي هي مرتبطة بيه شخص تقيل، وشخص صح، وشخص بيعرف ان هو يعبر ويتكلم. ايه هي مرحلة الاعجاب؟ مرحلة الإعجاب ببساطة إن أي شخص في الدنيا بيعجبه حاجات معينة، 1 2 3، باختصار أول ما بيشوف شخص في بعض الحاجات دي أو كلها بيعجب بيه. آدي هي مرحلة الإعجاب. يعني أنا على سبيل المثال، أنا جوايا بيعجبني مثلا البنت اللي دمها خفيف، الواثقة من نفسها، المؤدبة. لو أنا لقيت بنت فيها ال3 صفات دول، دايركت هأعجب بيها. صح ولا انا بتكلم غلط؟ هي دي مرحلة الاعجاب. واحنا مش هنعرف نحدد نختار ايه في مرحلة الاعجاب. يعني انا ما ينفعش في الحلقة دي اقول لك الشخص اللي تعجب بيه لازم يبقى، لان دي حاجة مش بايدنا، دي حاجة مبدئية. الاعجاب ده هيجي لوحده، وانا بتعامل في موقف، وانا بلتقي بيك، بتجمعنا حاجة، هلاقي نفسي لوحدي معجب بيه. الحلقة القادمة بقى ايه الشروط؟
الواجب عشان انا اطور واتمادى معاك. الشروط دي وده اللي احنا هناخده في الحلقة القادمة، لقيتها موجودة فيك كان بها، نكمل مع بعض. مش موجودة فيك، هي دي النصايح عشان ما نتوجعش قدام، نعمل بقى ستوب ونشد كده فرامل ونوقف. طيب في نقطة معينة عشان برضو نتفق عليها من البداية، انا هعمل كل حاجة في السلسلة دي، هتعب وهصور وهحط كل اللي انا درسته وكل اللي انا عرفته لهدف واحد، ان انا انصحك او انصحك واشيلك من حزن كبير اوي لا قدر الله ممكن لو انت تصرفت غلط ومشيت عشوائي تقع او تقعي فيه. انا مش طالب منك او منك غير حاجة واحدة، عايزين نوصل كل او الثمان حلقات دول، بلاش يعني الثمان حلقات اللي هما السلسلة دول، لاكبر قدر من اصدقائنا. حاجتين وانت قاعد مكانك في نص دقيقة، تدوس لايك ودي سهلة جدا، وتشير الفيديو سواء على الفيسبوك او اليوتيوب او الانستجرام لأي حد انت تعرفه. سهلة بسيطة متعبة بالنسبة لكم؟ اعتقد ان هي مش متعبة، ده لو انتوا شايفين الحلقات دي هتفيد حد، لو انتوا شايفين الحلقات دي هتفيد حد، بس انا مش طالب منكم غير كده وعندي ثقة فيكم، احنا عيلة واحدة. طيب على الشات بقى، انا اعرف ازاي ان الشخص اللي انا بكلمه ده من غير ما اشوفه انا معجب بيه او داخل على مرحلة اعجاب عشان اخد بالي واعرف انا هتصرف ازاي؟ لو لقيت وقت ما بتبقى فرحان عايز تكلمه، مش وقت ما تبقى زعلان، خلي بالك وقت ما تبقى زعلان انت بتبقى عايز اي حد يسمعك، خلي بالك وقت ما بتبقى فرحان بيبقى من اوائل الناس اللي انت عايز تروح تكلمها او تشاركها فرحتك. ده لو انا بكلم صديقة او صديقة بتكلم شاب على مواقع التواصل ولسه في البداية وعايزة تعرف هو صديق عادي ولا لا، هنا بداية الخطر بقى وبداية الانتباه. لو الحتة دي موجودة عندك او عندك يبقى انت معجب، خلاص حلقة النهاردة هتنطبق عليك وبالتالي هتكمل معانا للحلقة اللي جاية بكرة ان شاء الله. الحلقة التانية انا مرتب لكم الثمان حلقات على المنتدى اللي عايز ان هو يطلع عليهم، غير كده يبقى لا، يبقى ده صديق عادي او ده حد انت بتتكلم معاه عادي. انا مش هطول عليكم، عايز ارائكم في الحلقات دي، ارائكم في السلسلة اللي احنا هنبتدي فيها دي، لان انا بقرا كل تعليقاتكم وبتهمني وبتعرف كمان عليكم من خلالها. وما تخافوش هنعمل برضو حلقات للابراج عشان في بعض الناس خايفة، واحنا في الايام دي او في الثمان ايام دول هنحاول ان احنا ننزل حلقات برضو عن الابراج، وهننزل تجميعة نساء الابراج عندنا البرنسس الحلقة الجاية ان شاء الله هتكون بكرة. انا بحبكم جدا ومعاكم لحد يعني ايه، مش عايز الاقي سؤال عندي على الخاص انا موجوعة او انا موجوع، يعني ساعة ما الاقي ان ده ما عادش بيتبعت لي كده انا نجحت. طول ما دي الاسئلة دي لسه بتتبعت ليا يبقى انا لسه ما نجحتش في رسالتي. وانا هدفي من الحلقات دي ان شاء الله ان شاء الله، وانا عندي ثقة في الكلام ده، ان انا هقدر ان انا اوعي شريحة كبيرة قوي قوي من خلال سلسلة فن العلاقات اللي احنا ابتدينا فيها. بحبكم جدا وهتوحشوني، ورجاء احنا عندنا قناة تانية للكورة، انا بحب الكورة، سايب رابطها في اول تعليق ووصف الفيديو، انضموا لنا، او لو ما بتحبوش الكرة شيروها لاي حد بيحب الكرة، لان دي حاجة من الحاجات اللي انا بحب ان انتوا كمان تشاركوني فيها، هي العيلة كده بتشارك بعضها في كل حاجة. يلا بقى توحشوني.